ايه اللي ممكن يعطل تصالح ما بين عيلتين؟ الفتنة ممكن تعطل أي تصالح. ممكن بعد رجال الصلح ما بنكتب المحاضر ما بين العائلتين، المحاضر العرفية، ورايحين مركز الشرطة عشان نخلص. بمجرد ما الناس بتسمع بيحصل فتنة، في ناس بيبقى ليها هدف وأغراض إن العيلتين دول يقعوا في بعض. إحنا طبعا بلد قبائل وبلد عائلات، لكن مفيش أحيانا حد عاوز يبقى العيلة دي أحسن من عيلتي، فأعمل إيه؟ أوجههم في الدم بحيث يخلصوا على بعض. برضو حتة القبلية بتستخدمها الشباب اللي هي النشأة اللي طالعة جديد تحت مسمى عرب، أشراف، هوارة. طب ما احنا كلنا واحد، الصعيد كلنا يعني عيلة واحدة، فبنستخدم القبلية بحيث نحرض الشباب على القتل وعلى الدم. انت من قبيلة فلان فما ينفعش تسيب طارك. ممكن العدد بيصل لعشرة، وعشرة بسبب جزئية القبلية، ان انا من قبيلة فلان، فلا ده بنا بدعمك بكذا وبدعمك بسلاح، فده هو اللي بيؤدي الى سلسال الدم. وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، طبعا في شباب ما عندهاش وعي، او اطفال زي ما بنقولوا لسه في سن، يعني بيكون في تانية اعدادي او في تالتة اعدادي، يعمل صفحة على الفيسبوك يكتب كل اسرار العائلتين، ايه اللي تم، ايه اللي حصل، فبيكون متخفي، فده اللي بيؤدي الى سلسال الدم. برضو في التواصل الاجتماعي، مثلا مجزرة بين عائلة كذا وكذا، وهو بيكون واحد وواحد بس متوفين، ولكن بيقول مجزرة بين عائلة كذا وعائلة كذا. فده اللي بيخلينا بنوصل لسلسلة الدم. أنا لو عاوز أصطلح، لا أنا مش هصطلح، ده أنت فضحتني على العام. مرة زمان كنت قاعد مع حد من بلدنا، فسألته على الطار، كان راجل كبير عجوز، قلت له يعني ما تعبتش من الطار؟ قال لي الطار وحش بس ضروري. أنا الكلمة خوفتني، ضروري ليه؟ قلت له طب ايه اللي يخليه ضروري؟ قال لي امال هنعيش ازاي؟